بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني الصناعي تخصص الملابس الجاهزة. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة معدنا مع مادة من مواد التخصص وهي مادة المعدات. اتكلمنا في حلقة قبل كده عن المنهج بتاعنا وعرفنا أنه بيتكلم معنا في 4 أبواب على الماكينات الخاصة أو الداخلة في خطوط تشغيل مصانع الملابس الجاهزة. وقلنا معانا عرفنا الأول يعني إيه تقسيم الماكينات، بنقسمها على حسب إيه، واتعرفنا على نوعيات الماكينات اللي معانا في المنهج بتاعنا، وكانت ماكينات الفرماتورة، ماكينة اللفق، ماكينة تركيب الكبسون، ماكينة تركيب الشريط، ماكينة الأستيك، ماكينة الأورلي العادية سواء كانت العادية أو الأوتوماتيك. وتعرفنا كمان ان عندنا الجزء الخاص باجهزه الكي، وخاصه الكي بالبخار الخاصه بالفستان وهي العروسه. وبرضو عرفنا ان شاء الله هندرس مع بعض اجهزه القص. وابتدينا في الحلقة اللي فاتت عرفنا ايه هو تقسيم الماكينات، وقلنا عندي 3 نوعيات من تقسيم الماكينات، اما عن طريق نوعها سواء كانت عادية او اوتوماتيكية او باستخدام الكمبيوتر، او قلنا في نوع تقسيم تاني بيبقى على حسب نوع انتاج المنتج بتاعي اللي داخله في تشغيله، سواء ماكينات بتستخدم في تشغيل القميص او التيشيرت او ما شابه ذلك من المنتجات الملبسية. قلنا برضو ان في تقسيمة تالتة من الماكينات، وهي بتبقى على حسب الغرض اللي بتأديه او العمل اللي بتقوم به، سواء كان ماكينة الازرار او ماكينة العراوي، ماكينة تركيب الشريط، ماكينة تركيب الاستيك وغير ذلك من الماكينات المتخصصة في نوعية معينة او في مرحلة معينة فقط من مراحل التشغيل. برضو عرفتوا معانا في الحلقة اللي فاتت ان احنا ابتدينا نتكلم على ماكينة الفرماتورة، وعرفنا ايه هي ماكينة الفرماتورة وايه هي خصائصها وايه هي اهم الاجزاء الخاصة بيها، وعرفنا طريقة التشغيل بتاعتها. ان شاء الله النهاردة في حلقتنا هناخد مع بعض نوعية ماكينة جديدة، او بالاخص ماكينتين، هي ماكينة اللفق وماكينة تركيب الكبسون او الزرار الكبس. هنبدأ مع بعض في كل واحدة منهم نعرف يعني ايه اصلا الماكينة بتستخدم في ايه او اهمية استخدامها. هنعرف مع بعض الاجزاء الخاصة بيها واهم الاجزاء اللي بتميزها عن غيرها من باقي الماكينات اللي داخلة في عمليات تشغيل الملابس الجاهزة. هنعرف برضو بفيديو كده بسيط طريقة التشغيل بتاعتها وشكل الغرزة او الغرض اللي بتأديهن او بتنفذهن الماكينة. ان شاء الله هنبدأ مع بعض دلوقتي بأول ماكينة وهي ماكينة اللف. نشوف مع بعض كده الماكينة. احنا بنسميها ماكينة اللف او ماكينة الكفافة، وهي زي ما هي قدام حضراتكم كده بالمنظر ده، ده الشكل بتاعها. عايزين نركز مع بعض كده في الشكل ونعرف بوجه عام ايه شكل الاختلاف اللي موجود فيها وبيميزها عن غيرها. قبل ما نوصل للنقطة دي هنعرف مع بعض ايه هي ماكينة اللف او ماكينة الكفافة. بنقول ان هي بتعد واحدة من اهم الماكينات الداخلة في انتاج البنطلون بالجملة في مصانع الملابس الجاهزة. بتستخدم في انتاج الغرز المخفية. بنقول ان هي بتنتج الانتاج بتاعها بسرعة عالية، بحيث ان بتوصل السرعة بتاعتها ما بين 1500 ل 2500 غرزة في الدقيقة. ده طبعا بيعتمد على نوع المحرك الكهربي او الموتور وحجمه. كمان بنقول مع بعض زي ما احنا شايفين كده بتعتبر من الماكينات الهامة لخطوط الانتاج بمصانع الملابس الجاهزة لانتاج البنطلون بالجملة. تاني حاجة ان هي خاصة بعملية التشطيب النهائي للقطعة بسرعة عالية وفي نفس الوقت باقل مجهود وفي وقت بسيط. كمان بيعرفني ان هي بتتراوح سرعتها زي ما قلنا ما بين 1500 ل 2500 غرزة في الدقيقة. ده بيبقى تبعا او على حسب نوع وحجم المحرك الكهربي للماكينة اللي احنا بنسميه الموتور.
هنيجي نشوف مع بعض دلوقتي استخداماتها. انا بستخدم ماكينة اللف في ايه؟ من اسمها زي ما قلنا ان هي وظيفتها ان هي بتنتج لي غرزة غير واضحة او غير ظاهرة، مخفية، ما بتظهرليش على وجه القماش، ما بتظهرليش على وش المنتج بتاعي، هي بتكون الغرزة من جوه غير واضحة على وش القماش. طيب بستخدمها في ايه غرزة اللفق دي؟ هنيجي نشوف كده مع بعض اول استخدام ليها. بيقول لي اول حاجة عمل غرز مخفية بالطول او بالعرض، عمل غرز مخفية بالطول او بالعرض ليه؟ المناسب للمنتج، المناسب للمنتج، بس ناخد بالنا هو بيقول لي مع مراعاة او بعد ضبط مسافة الغرزة والتانية. يبقى المقصود بيها اول استخدام خاص بيها هو عمل غرزة بالطول او بالعرض بما يتناسب مع حجم المنتج، بس لازم وانا بحدد طولها اللي هي المسافة اللي هتكون طول الغرزة داخل الخامة من جوه غير ظاهرة قدامي على وجه القماش، لازم قبل ما احدد ده اراعي حاجتين اتنين. اول حاجة قال لي مسافة الغرزة، بشوف انا عايز يكون طولها جوه قد ايه، وتاني حاجة مقدار التانية اللي انا هتنيها في المنتج بتاعي مقدارها قد ايه. لازم اكون محددة الاثنين دول، مسافة الغرزة ومقدار التانية بتاعه الخامة بتاعتي. تاني استخدام ليها هو بيقول لي تثبيت ثنايات الفساتين، المقصود بالثنايات اللي هي نهايات الفساتين او نهايات الاكمام زي ما هنشوف مع بعض. يبقى تثبيت ثنايا الفساتين والجنلات والاكمام والبنطلون والجاكيت والبلاطي. معنى كده ان هي بتدخل معايا في اكتر من منتج، يعني مش لازم يكون زي ما قلنا في التعريف ان هي خاصة بالبنطلون فقط او تشطيب البنطلون فقط في الانتاج بالجملة، لا احنا بنقول ان هي بتدخل معايا في نوعيات متعددة من المنتجات في انهاء الثنايات بتاعتها وتثبيتها، سواء كانت فساتين او بنطلونات او جواكت او اكمام او غيره. طيب الاستخدام الثالث ليها بيقول لي بتستخدم في تثبيت البطانات مع الرداء المطلوب تركيب البطانة لها. كلنا عارفين ان الجواكت او البلاطي بتكون اغلبها مبطنة من جوه بخامة اللي احنا بنسميها السالية، سواء كانت بقى من الياف صناعية او الياف طبيعية. علشان تتثبت السالية دي او البطانة دي مع الجاكيت بتاعي او البلطو بتاعي بنثبتها بغرزة اللفق او ماكينة اللفق زي ما احنا بنشوف معانا. ماكينة اللفق اللي بنستخدمها برضو علشان تنتج لي غرزة غير مخفية، بحيث ان لما العميل او المستهلك يشوف الجاكيت او البنطلون بتاعي او البلطو بتاعي اللي معمول له البطانة يشوف نضيف من الوش وفي نفس الوقت من الظهر. رابع استخدام عندي هو عمل غرزة مخفية على البنطلون الرجالي. يبقى نرجع تاني ونقول استخدامات ماكينة اللف، قلنا اول حاجة عمل غرزة مخفية بالطول او بالعرض المناسب لنوع المنتج، لازم مع مراعاة حاجتين اتنين زي ما اتفقنا. ايوة كده تمام، سمعاكوا بتتكلموا معايا مظبوط. قلتولي اول حاجة مسافة الغرزة اللي هي طول الغرزة في الجزء الداخلي من القماش، وتاني حاجة مقدار تانية القماش بتاعي. تاني استخدام عندي قلنا ان هو بيستخدم في تثبيت ثنايا الفساتين والبلاطي والجواكت والبنطلونات والاكمام وما شابه ذلك من المنتجات بتاعتي. قلنا تالت استخدام عندي هو تثبيت البطانات على الاردية او على المنتجات المطلوب تثبيت بطانة ليها، وقلنا بتكون في اغلب الاحيان مع الجواكت والبلاطي واحيانا برضو في بنطلونات البدل الرجالي. رابع استخدام عندي قلنا ان العمل الاساسي اللي كان موجود معايا في التعريف بتاع الماكينة هو انتاج او عمل غرزة مختفية اللي هي الغير ظاهرة في البنطلون الرجال. معايا كده عايزة اوريكو فيديو كده بسيط بيوضح لي شكل الدواس اللي احنا بنستخدمه في الماكينة وشكل الغرزة على الظهر وعلى وش القماش. نتابع كده مع بعض. بصوا كده اهو معايا ادي الدواس بتاع الماكينة اللي احنا بنستخدمه. لو تاخدوا بالكم هنلاقي فيه في نصه كده قطعة معدنية اسمها لي الدواس
لجزئين، جزء يمين وجزء شمال. يهمني جدا الدواس او القطعه المعدنيه دي، احنا لما بنتني القماش بالطريقه دي احنا مثبتينه اهو بدبوس، شايفين المسافه اللي هي تقريبا كنص سنتي دي، هي اللي بثبت عليها القطعه المعدنيه اللي في منتصف الدواس بتاعي. يعني انا لما هرفع قدم الدواس دلوقتي اهو هنزله بحيث ان تكون القطعه المعدن دي على القماش المتني او الحرف الداخلي المتني اللي هو من جوه، اللي هو في مسافه نص سنتي بره. هنشتغل بالمكنه دلوقتي، شوفوا كده معايا، بصوا كده شايفين شكل الغرزه كده، انا في القماش من جوه هي عامله لي خط خياطه وشبه زجزاج اللي هو مثلث، جاي طرف صغنن هنا على حرف القماش. تمام، لما هنفرد ادي ظهر القماش بتعمل لي غرزة زخرفية كده من جوه، مدياني شكل نظيف. تعالوا بقى نشوف على وش القماش، مفيش هنا عندي خط خياطة، انتوا لو تاخدوا بالكم في نقط بس، هي النقط دي هي غرزة اللف اللي احنا عملناها، يبقى مفيش بالنسبة لي هنا خط خياطة، هنا مفيش مكنة خالص، هي نقطة واحدة هي دي اللي احنا بنسميها كأنها غرزة نباتة صغيرة. تمام، نيجي بعد كده نتعرف على اجزاء ماكينه اللف. ماكينه اللف دي مكونه عندي من 13 جزء، هنتعرف مع بعض عليها. ال 13 جزء دول هم عددهم كبير صحيح، بس هنيجي بعد كده وهنختار اهم الاجزاء الخاصه بالماكينه، وهم هيبقوا معايا اربع اجزاء فقط، هنعرضهم مع بعض الاول ال 13 وبعد كده نشوف اهم الاجزاء. بس مش معنى كده ان باقي الاجزاء مش هنستعملها او مش هنستخدمها او مش محتاجين منها حاجه، لا بالعكس، هي تابعه او مكمله للاجزاء الرئيسيه. هنشوف مع بعض كده الاجزاء الرئيسيه. اول واحد رقم واحد ده بالنسبة لي جسم الماكينة، جسم الماكينة ككل. رقم اتنين عندي ده غطاء الماكينة، وده غطاء بيكون متحرك طبعا بيساعدني في عملية تزييت الاجزاء الداخلية للماكينة. رقم تلاتة عندي ده دليل للخيط طبعا في عملية اللضم، دليل الخيط ده بيساعدني جدا. عندي رقم اربعة طارة الإدارة اللي احنا كلنا عارفينها، اللي هي متواجدة في جميع أجزاء الماكينات أو في نوعيات الماكينات كلها. عندي رقم خمسة، وده حاجة أساسية بالنسبة لي، ده القرص اللي بيحدد لي مسافة الغرزة داخل الخامة، اللي هي الغرزة المخفية الداخلية، بيحدد لي طولها قد ايه، وهنشرحه بعد كده بالتفصيل، ان هو بيكون مرقم بأرقام معينة هنعرف ايه أهميتها. عندي رقم ستة ده زرار التشغيل والإيقاف. عندي رقم سبعة وده هو الموتور او المحرك الكهربي اللي احنا اتكلمنا عنه في التعريف، وقلنا انه بيهمني في تحديد سرعة الماكينة، لما قلنا ان هي بتتكون عندي ممكن تكون عندي او سرعتها بتتراوح عندي من 1500 ل 2500 غرزة في الدقيقة الواحدة، وقلنا ان ده بيكون تابع لنوع وحجم الموتور الملحق بالماكينة، فهو هنا ده الموتور بتاعي، ده اللي بيهمني في سرعة الانتاج. عندي رقم 8 ارجل الماكينة. عندي رقم 9 القرصة، قرصة الماكينة، ودي طبعا بنستخدمها في وضع المنتج بتاعي عليها اثناء عملية التنفيذ، وهنشوف برضو اهميتها معانا ان هي متحركة وهتفيدني في ان هي متحركة. عندي رقم 10 دي الإبرة، وهنشوف برضو إبرة الماكينة الخاصة باللف أو ماكينة الكفافة مميزة عندي في إيه، وبتختلف عن غيرها عن باقي الماكينات الباقية في إيه. عندي رقم 11 ده عمود أو ذراع للإبرة، لتركيب الإبرة. عندي رقم 12 دي رأس الماكينة، وهي برضو من الحاجات المميزة أو من الأجزاء المميزة جدا لماكينة اللف، وهنعرف هي مميزة في إيه. وعندي رقم 13 ده منظم شد الخيط. ادي الأجزاء عندي، هما ال 13 جزء بتوعي. هنيجي بعد كده نشوف أهم الأجزاء المكونة لماكينة اللف، واحنا قلنا عليهم ان هم اربع اجزاء: جسم الماكينة، رأس الماكينة، ذراع الابرة، والابرة نفسها. هنشرح واحد منهم كل واحد منهم بالتفصيل. هنبدأ مع بعض بجسم الماكينة. جسم الماكينة هنقول ان هو الشكل العام المكون لماكينة اللف بيكون مختلف
عن باقي الماكينات المستخدمة في مراحل تشغيل المنتجات بمصانع الملابس الجاهزة. طيب مميز ليه؟ بنقول ان هو بيحتوي على رأس ماكينة منحنية او مائلة في اتجاه العامل او القائم بالعمل على هذه الماكينة. يعني انا عندي الماكينة ظاهرة قدامي كده، الرأس بتاعتها مائلة للقائم، كأني انا قاعد هشتغل على الماكينة هي مايلة معايا، راس الماكينة مايلة في اتجاه القائم بالعمل او اللي هيقوم عليها بالانتاج. تمام. جسم الماكينة بوجه عام مصنوع من المعدن المقوى، يبقى اول ميزة ان راس الماكينة موجودة بشكل منحني، ادي الشكل العام لجسم الماكينة. اللف بيختلف عن ماكينة الخياطة، فهي تتميز بان الراس منحني في اتجاه القائم بالعمل وهو من المعدن المقوى. طيب نشوف الشكل ده بالنسبة لي عامل ايه. ادي جسم الماكينة ككل، وادي راس الماكينة هي الجزئية دي. شايفين حضراتكم كده معايا؟ ادي راس الماكينة زي اتجاه السهم كده، هي مايلة معايا. المفروض العامل قاعد او موجود في المنطقة دي، هي مايلة في اتجاهه. طيب ايه ميزة تانية بتميز لي جسم الماكينة؟ بنقول ان هي بتتميز بوجود قرصة، والقرصة دي متحركة. متحركة ازاي؟ يعني اقدر افتحها واقفلها. طب لما افتحها واقفلها هتفيدني في ايه؟ بيقول لي بيظهر عندي ما مسمى بالقاعدة الاسطوانية. القاعدة الاسطوانية دي بستخدمها في عمليات، من اسمها كده، في عمليات انتاج او تشطيب الاجزاء من المنتج اللي هي على شكل اسطوانة، زي مثلا الاكمام، زي البنطلونات اللي هي بيبقى كلها شكل اسطوانة، النهايات بتاعتها زي كده بالظبط. تمام. دي شكل اسطوانة، مش هعرف احطها على القرصة المسطحة، فانا لما بفتحها بيظهر عندي اسطوانة كده او قاعدة اسطوانية، بركب جواها الكم وعلى اساسه او رجل البنطلون على اساسه بتقدر تعمل لي غرزة اللف بتاعتي اللي هي الغرزة الغير ظاهرة. نيجي نشوف اهو، بيقولي بتتميز الماكينة بانها مزودة من اسفل بقرصة متحركة تفتح وتغلق حسب الحاجة. حسب الحاجة ايه؟ يعني المنتج اللي معايا محتاج يتفتح القرصة هستخدم فيه الاسطوانة، القاعدة الاسطوانية، ولا مش محتاج، اهو تفتح وتغلق حسب الحاجة لتظهر قاعدة اسطوانية الشكل. طيب بتستخدم في ايه القاعدة الاسطوانية الشكل؟ بيقولي بتستخدم عند تنفيذ غرز اللف. لمين؟ بيقولي اهو للاكمام او لثانية رجل البنطلون او برضو اثناء سني الاستك الخاص بالشراب الرجالي. برضو احنا عارفين الشراب الرجالي برضو هو من اعلى في اسطوانة، فانا بثبت الاستك بتاعه من فوق، هو على هيئة اسطوانة، فبركبه بثبت عن طريق القاعدة الاسطوانية. بيقول لي وايضا هتفيدني في ايه القرصة المتحركة؟ بيقول لي لسهولة تزييد الأجزاء الداخلية للماكينة، لسهولة تزييد الأجزاء الداخلية للماكينة. بيقول لي وأحيانا كمان أهو، وقد تكون هذه القرصة مرقمة بالسنتيمتر. طب هي مرقمة بالسنتيمتر، عليها أرقام بالسنتيمتر، هتفيدني في إيه؟ بيقول لي لتحديد عرض الثانية المطلوبة اللي هي التانية. يعني احنا مثلا لما بنعمل انتاج فردي او في الورش بيكون الانتاج عندي بكميات محدودة، ممكن انا بحط علامات لمقدار التانية بتاعي على مسافات، بتسهل على العامل اللي قاعد على الماكينة انه يظبط تانية القماش بتاعي ويخيط على نفس العرض، بحيث ان علشان يطلع الجودة بتاعتي كويسة العروض بتاعتي تبقى كلها ثابتة. طب هل الكلام ده هينفع في الانتاج الكمي او في انتاج مصانع الملابس الجاهزة الاعداد الكبيره اللي بتطلع لي؟ طبعا الكلام ده مش هينفع. ففي الحاله دي القرصه لما بتكون مزوده بترقيم بالسنتيمتر بيفيد العامل اللي قاعد عليها ان هو بيظبط على طول على المقدار اللي موجود عنده، بيبقى مقدار ثابت بيظبط على مسافات هو بايديه وهو شغال، فبتكون عمليه الانتاج بتتم بطريقه اسرع وبتظهر في نفس الوقت عندي بنفس الجوده او بجوده عاليه بدون اخطاء. تمام. هنشوف
برضو مع بعض. ايه الميزة التانية اللي بتميز جسم الماكينة؟ بيقول لي ان هو بيحمل الاجزاء الهامة او باقي الاجزاء الهامة من الماكينة. احنا كنا قلنا ان انا عندي 13 جزء من اجزاء الماكينة، قلنا هناخد 4 بس اهمهم، طب وباقي الاجزاء؟ اهو بيقول لي بيكونوا محمولين على جسم الماكينة. طب ايه هي اهم الاجزاء الموجودة دي؟ قلنا عندي عجلة الإدارة، وبيكون طبعا اتجاه دورانها على حسب طول الغرزة. تاني حاجة عندي مفتاح التحكم في ظهور الغرزة اللي احنا قلنا عليه، اللي بيحدد لي طول الغرزة ومسافتها داخل القماش، وقلنا ساعتها ان هو هيكون مقسم الى ارقام. هنا بيقول لي هو مقسم من 1 لـ9، وده بيتحكم في مدى عمل الغرزة المختفية دون الظهور، وده بيكون على حسب نوعية القماش من حيث السمك ورفع الخامة او اذا كانت سميكة. يعني معنى كده ان هو عبارة عن قرص دائري بقدر احركه على الارقام اللي موجودة عندي، موجودة عندي من 1 لـ9، بظبط على المقدار اللي انا عايزه بما يتناسب مع الخامة نفسها، نوع الخامة اللي انا بستخدمها، شيفون ولا اصواف ولا جوخ ولا ايه بالظبط، ده بيفرق معايا على حسب سمك الخامة سواء كانت سميكة او الخامة الرفيعة، بظبط طول الغرزة المخفية داخل مقدار التانية. هنيجي نشوف برضو بعد كده الجسم بيحمل ايه. بيحمل معايا منظمات الشد العلوية، ودي زي ما اتفقنا ان هي موجودة في الجزء العلوي من راس الماكينة. موجود عندي برضو بيحمل ادلة الخيط، بيحمل الابرة، بيحمل عمود الابرة، وهنشوف برضو ايه اللي بيميزه. اللي بيكون في نهايته بيتم تركيب الابرة. كمان عندي جسم الماكينة بيحمل القرصة المتحركة زي ما احنا كنا لسه قايلين، متحركة للاستخدام العادي، وحسب الحاجة بيتم فتحها ويتم فتحها في حالة الحاجة الى العمل. الى انهي عمل؟ لما قلنا هيبقى عندي المنتج موجود على هيئة اسطوانية زي الاكمام وثنايات البنطلون. كمان بيقول لي ان الجسم بيحمل جزء تاني هام، هو الدواس اللي بيتحكم في خفض ورفع الاسطوانة اللي احنا بنقول عليها السلندر، اللي هي قدم الدواس، لما بيرفعها لوضع المشغولة او المنتج بتاعي اسفل منها عند البدء في عملية التشغيل. يبقى احنا كده عرفنا اول جزء عندي من الاجزاء الهامة وهو كان جسم الماكينة، وعرفنا اهم حاجة موجودة فيه هي راس الماكينة اللي بتبقى منحنية جهة القائم بعملية التشغيل عليها. كمان بنقول ان هي مصنوعة من المعدن المقوى. كمان قلنا ان جسم الماكينة بيحتوي على قرصة متحركة اقدر افتحها واقفلها، بتكشف لي تحتيها عن قاعدة اسطوانية اقدر استخدمها بعمل عملية اللفق للمنتجات اللي على هيئة اسطوانة، وقلنا زي المنتجات دي زي الاكمام، زي نهاية البنطلون او ثنايات البنطلون، قلنا زي تركيب الاستيك للشراب الرجالي. كمان قلنا ان عملية فتح وقفل القرصة دي بتسهل عملية تزييت الاجزاء الداخلية للماكينة. بنقول برضو ان في بعض الانواع من الماكينات الخاصة باللفق او الكفافة القرصة دي بتكون مرقمة بارقام بالسنتيمتر، بتساعد العامل القائم بعملية التشغيل على ثبات عرض مقدار الثانية، خصوصا في الانتاج بالكميات الكبيرة، وتطلعها لي بسرعة وفي نفس الوقت على جودة عالية. قلنا كمان ان من اهمية جسم الماكينة انه بيحمل باقي الاجزاء الهامة للماكينة، واتكلمنا قلنا عندي زي منظم الشد العلوي، قلنا زي الدليل بتاع الخيط، قلنا زي طارة الادارة، قلنا زي ما شفنا مع بعض كده مفتاح اللي هو الخاص او القرص الخاص بطول الغرزة، ان هو بيتحكم لي في طول الغرزة اللي هو مقسم معايا من 1 لـ9، طول الغرزة المخفية داخل الخامة، وقلنا ان بيتحدد الرقم بتاع طول الغرزة بناء على سمك الخامة سواء كانت خامة رفيعة او سميكة. قلنا كمان بيحمل الابرة وبيحمل عمود
الإبرة اللي بيتركب فيه نهايته الإبرة. قلنا كمان إن هو بيحتوي على الدواس المتحرك اللي بيتم من خلاله رفع الاسطوانة أو السلندر أو ما نسميه بقدم الدواس لوضع القطعة اللي هيتم تنفيذها. وقلنا إن هو برضو بيحتوي على القرصة المتحركة، وعرفنا إمتى بنستخدمها، نفتحها ونقفلها لما نكون محتاجين نعمل إيه. ده كان أول جزء معايا. هنيجي نشوف الجزء الثاني وهو رأس الماكينة. ورأس الماكينة دي أهم ما يميز ماكينة اللف أو ماكينة الكفافة، وإحنا كنا لسه قايلين بنقول إن هي شكل شبه مستطيل، يعني معنى كده إن مش أبعاده ثابتة، مش العرضين زي بعض ولا الطولين زي بعض، وهنشوف مع بعض إزاي. بنقول هو شكل شبه مستطيل ومنحني جهة القائم بالعمل، وفي نهايتها ذراع تركيب الإبرة، ومن أعلى الرأس يوجد منظم شد الخيط. نشوف مع بعض كده، ادي رأس الماكينة اهي. بنقول اول حاجة ان هي شبه مستطيل، شايفين حضراتكم كده معايا، ادي المستطيل عرضها من فوق هي عريضة، لكن من اسفل او جهة القائم بالعمل او اللي هيكون بالتشغيل عليها هنلاقي العرض هنا صغير. وادي عندي هنلاقي الانحناء بتاعها جهة القائم بالعمل او اللي هيكون بالتنفيذ عليها. هنلاقي في نهايتها ذراع تركيب الإبرة، وهو بيبقى موجود هنا اللي هيتركب فيه الإبرة، وعندي اعلى موجود هنا منظم شد الخيط. تمام. نيجي بعد كده نشوف مع بعض ثالث جزء اهم عندي، وهو ذراع الإبرة او ما نسميه بعمود الإبرة، وهو الجزء الخاص بتركيب الإبرة. طيب ايه المختلف فيه عن باقي الماكينات؟ بيقول لي والذي يتحرك حركة ترددية. تمام، حركة ترددية. لو خدتوا بالكم ساعة الفيديو اللي شغلناه كنا بنمشي خط مستقيم بالمكنة، وفجأة بنلاقيها عملت لنا شكل مثلث كده او شكل زجزاج بسيط. هي دي الحركة الترددية اللي احنا بنقول عليها. بنقول ان الحركة دي على هيئة نصف دائرة اثناء عملية تكوين الغرزة على المنتج. هنيجي نتكلم برضو عن الجزء الرابع الهام عندي، وهو اخر جزء، هو جزء الابرة. الابرة هنا بنقول ان هي مختلفة عن غيرها من باقي الماكينات، عن الابر المستخدمة في باقي ماكينات مراحل التشغيل. بيقول لي هي من النوع المقوى المستدير، بس ايه بقى؟ بيقول لي وتتميز ابرة هذه الماكينة بانها مقوسة. تمام، مقوسة الشكل. طب ليه مقوسة الشكل؟ بيقول لي لسهولة اختراقها القماش لعمل الغرزة. تمام، يبقى هي اهم ما يميزها ان هي من النوع المقوى المستدير، بتتميز بانها مقوسة الشكل. ليه؟ لسهولة اختراقها القماش لعمل الغرزة، وهي تصنع خصيصا لهذه المكنة. يعني معنى كده اقدر استخدمها في نوعيات ماكينات تانية؟ لا طبعا ما اقدرش، هي الابرة بتبقى عاملة كده. لو انا استخدمتها في ماكينات تانية يا اما الابرة بتاعتي هتتكسر، يا اما جسم الماكينة نفسه هيحصل فيه ضرر، مشط التغذية بتاعه هيبقى فيه مشكلة، فانا ما اقدرش استخدمها غير مع هذا النوع من الماكينة اللي هي ماكينة اللف او ماكينة الكفافة. تمام، يبقى احنا كده مع بعض كنا بنتكلم على اول ماكينة وهي ماكينة اللف او الكفافة، وعرفنا ان انا بستخدمها في مصانع الملابس الجاهزة في عمليات التشطيب او انتهاء او انهاء المنتج، خصوصا البنطلون بالجملة، وبستخدمها لان سرعتها عالية، بتصل ان بتنتج لي 1500 قطعة او 1500 او 2500 غرزة في الدقيقة الواحدة. عشان كده بنقول ان هي سريعة وفي نفس الوقت باقل مجهود وفي اقل وقت. كمان قلنا استخداماتها، بستخدمها في ايه؟ بستخدمها زي ما اتفقنا كده مع بعض في تحديد طول وعرض الغرزة حسب المنتج، ولازم اكون مراعية فيها حاجتين اتنين زي ما اتفقنا، عرض التانية ومسافة الغرزة المخفية طولها يكون قد ايه. كمان قلنا ان احنا بنستخدمها في تثبيت ثنايا الفساتين والاكمام والبنطلونات والجواكت وغيره من باقي المنتجات الملبسية. كمان قلت بستخدمها في تثبيت او تركيب البطانات للمنتجات اللي محتاجين فيها تركيب بطانة، وقلنا زي الجواكت والبلاطي.
قلنا كمان بنستخدمها في عمل الغرز المخفية على البنطلون الرجالي، واتكلمنا مع بعض عن الأجزاء الخاصة بيها، وعرفنا ان هم 13 جزء، وعرفنا ان احنا ممكن نقدر نقسمها لأربع أجزاء هامة أساسية وهي اللي بيكون فيها الاختلاف، وعرفنا ان هو كان جسم الماكينة، عرفنا كانت رأس الماكينة، عرفنا الإبرة وعمود الإبرة، وعرفنا الاختلاف اللي موجود في كل واحدة منهم عن غيرها، خصوصا القرصة المتحركة اللي عندي اللي بتكشف لي عن اسطوانة او قاعدة اسطوانية بستخدمها في عمل المنتجات اللي على هيئة اسطوانة، وقلنا زي الاكمام والبنطلون او اثناء تركيب استك الشراب الرجالي، وعرفنا كمان رأس الماكينة المميز جدا اللي هو بيبقى عندي شبه مستطيل ومنحني جهة القائم بالعمل، وعرفنا كمان في عمود الإبرة ان هو بيتحرك عندي حركة ترددية، وشفنا في الفيديو اللي كان معانا شكل الغرزة اللي بينتجها لي لما بنمشي خط مستقيم وبعد كده بلاقيها عملت لي شكل زجزاج كده صغير، واخر حاجة كانت معايا اللي هي الإبرة، وعرفنا ان اهم ما يميزها ان هي على شكل مقوس كده وما اقدرش استخدمها مع اي نوع من الماكينات التانية، وعرفنا ان هي ليه مقوسة لما بكون بتسهل عليا الدخول في الخامة وعمل غرزة النبات البسيطة اللي بتبقى باينة على وش الخامة. دي كانت اول مكنة معانا. هنشوف مع بعض كده الماكينة التانية وهي ماكينة تركيب الكبسون. ماكينة تركيب الكبسون او ماكينة تركيب الزرار الكبس، والمتعارف عليها ان هي بتستخدم مع اقمشة الجنس سواء كان في البنطلون الجنس او الجاكيت او القميص الجنس، لكن بعد كده بنستخدمها برضو في باقي نوعيات الملابس، هنلاقيها خصوصا برضو ظهرت في ملابس الاطفال حديث الولادة، في السلوبيتات بالذات بتبقى الكبسونة اللي موجودة ملونة كده. فهنيجي نشوف التعريف بتاعها، بيقول لي هي عبارة عن ماكينة مخصصة في تركيب الكبسون للبنطلون الجينز والملابس الجاهزة. طيب يا ترى بيوجد منها انواع؟ بيقول لي ايوه في منها انواع. عندي ماكينة تركيب الكبسون اليدوية او بنسميه المكبس اليدوي، وعندي تاني نوع عندي هو ماكينة تركيب الكبسون الاوتوماتيكية. هنشوف مع بعض كده، ادي المكبس اليدوي او ماكينة تركيب الكبسون اليدوية، هي بالمنظر ده، وطبعا من اسمها ان احنا استخدام ليها كله عن طريق اليد، يعني مفيش موتور كهربي. الماكينة التانية هي الاوتوماتيكية وهي موجودة عندي بالمنظر ده، وطبعا هي فيها موتور بيستخدم في عملية الانتاج السريع او في مصانع الملابس الجاهزة. هنشرح مع بعض، نشوف برضو المنتجات اللي بتنتجها لي. ادي الكبسونة في البنطلون الجينز، وادي زي ما كنت بقول لكم الكبسين الخاصة بملابس حديثي الولادة بتبقى بالمنظر ده. هنبدأ مع بعض بماكينة تركيب الكبسون اليدوية او بنسميه المكبس اليدوي. طبعا من اسمها زي ما احنا لسه قايلين، ادام اسمه مكبس يدوي يعني عملية الضغط او عملية التركيب بتكون عن طريق اليد. بيها بجمع اجزاء الكبسونة، وهي الماكينة دي بتحتاج لاستنباط، كل اسطمبة منها بتبقى على شكل او بتتناسب مع شكل الكبسونة او الزرار، وفي نفس الوقت بتتناسب مع حجمها. هنشوف الكلام ده، بيقول لي هي عبارة عن مكبس يعمل بالضغط اليدوي لتجميع اجزاء الكبسون. تمام، اجزاء الكبسون، هل الكبسون فعلا ليه اجزاء؟ طبعا عندي جزء علوي وجزء سفلي اللي هما الجزئين اللي بيتضغطوا مع بعض، واللي هو بيستخدم في الورش الصغيرة. طب ليه بيستخدم في الورش الصغيرة؟ ما احنا بنقول مكبس يدوي، يدوي يعني بيعتمد على العامل او العامل اللي هو الفرد اللي بيقوم بعملية التنفيذ او المورد البشري اللي هو البني ادم. فادام في الورش الصغيرة يبقى بيتوفر فيه الجهد، طبعا هياخد مني جهد كبير اللي هيقوم به العامل، وفي نفس الوقت هيستهلك مني وقت كبير، فعلشان كده احنا بنقول ان احنا بنستخدمه في الورش الصغيرة، لان احنا لو جينا في مجال المصانع الملابس الجاهزة والانتاج بالكميات الكبيرة هنلاقينا عايزين العملية تتم في لحظات،
مش في دقايق، احنا عايزينها في لحظات للكمية الكبيرة اللي بننتجها. لكن لما نيجي ننتج لفرد واحد او نعمل الكبسولة لفرد واحد او لعدد قليل من القطع، ممكن العامل او الفرد القائم او المورد البشري لما يقوم بالضغط هتاخد منه صحيح وقت وهتاخد منه مجهود، فانا اللي عندي عدد القطع المنتجة قليل فمش هتفرق معايا. بيقول لي ويستخدم استنباط خاصة، واحنا اتفقنا ان الاستنباط دي بتختلف في نوعها وحجمها على حسب الكبسول اهو، ويستخدم استنباط خاصه لتركيب الكبسول بتختلف حسب مقاس ونوع الكبسوله او طبعا ازرار الكبس. ادي شكل الماكينه او المكبس اليدوي زي ما احنا قلنا، تمام. وادي الاستنباط اللي احنا بنستخدمها، طبعا هي نوعيات مختلفه في مقاساتها واشكالها اللي احنا بننفذ بيها. هنيجي نشوف مع بعض اهم الاجزاء الخاصة بالمكبس. انا عندي 5 اجزاء، طبعا اول حاجة رقم 1 دي اليد الضاغط، رقم 2 ده جسم المكبس نفسه، رقم 3 اللي احنا بنسميه الزنبرك او السوستة الخاصة باليد الضاغطة، بضغط عليها بتنزل معايا واول ما بسيب ايدي بترجع لي يد الضاغط مرة تانية لفوق. عندي رقم 4 ده الزرار المسؤول عن تثبيت الاستنباط، وعندي 5 حاجة مجموعة الاستنباط اللي انا هستخدمها باشكالها ومقاساتها المختلفة. ادي هم ال5 اجزاء اللي عندي: ذراع الضغط، جسم المكبس، سوستة ذراع الضغط اللي احنا بنسميها الزنبرك، ومسمار تثبيت الاسطمبة والاسطمبات. ادي شكل الكبسونة اللي احنا بنستخدمها بالوان، ودي اشكال تانية منها اللي هي الخاصة بالمعدن. طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض دلوقتي اشكال الاسطمبات وازاي بقدر استخدمها في المكبس اليدوي من خلال الفيديو اللي معانا ده. بصوا كده، هنا ببتدي اختار نوع الكبسونة اللي انا عايزها وحجمها اللي هركبها، وعلى اساسها طبعا هبتدي اشوف الاسطمبة اللي انا عايزاها. اول حاجة ده المكان اللي انا بدخل فيه الاسطمبة، واللي هناك ده كان الزرار اللي انا بثبت بيه الاسطمبة وبركب الجزء العلوي بتاعها. مش انا عندي المكبس الكبسونة ليها جزئين، فانا نفس الفكرة عندي الاسطمبة ليها جزئين، جزء سفلي وجزء علوي. الجزء اللي احنا حطيناه ده هيبقى خاص بالتخريم، هحط علامة لمكان تركيب الكبسونة بتاعتي بالمنظر ده، بحدد مكانها فين وعلى اساسها بحطها، وببتدي زي ما انتوا شايفين باليد الضاغط بضغط بايدي، شايفين المجهود اللي بتاخده علشان خاطر تنزل تخرمني، وبستخدم السكينة دي لإزالة الجزء من القماشة اللي تم تخريمه زي ما انتوا شايفين معايا كده. بشيل الجزئية دي، بقى فيه موجود الخرم هنا او الثقب بتاعنا. هنا ادي الكبسونة اللي انا اخترتها وشايفين حجمها معايا ازاي، هي طبعا من جزئين، جزء علوي وجزء سفلي. هنا في مسافة بيتعشقوا الاتنين جوه بعض، ببتدي اركب والجزء التاني عليها من الناحية التانية. مهما ضغطت بايدي مش هيديني النتيجة المطلوبة، اللي هو مش هتكون مضغوطة بالضغط الكافي. شايفين الزرار ده انا شلت بيه الاسطمبة، وهفك اللي فوق وهغير هنا، دي يعني دي استخدمتها للتخريم فقط، تمام. في ادي الاسطمبة التانية اللي هي على قد حجم الكبسونة اللي معايا وشكلها، ركبتها من تحت، وادي الجزء العلوي بركبه من فوق، هحطها بالمنظر ده. شوفوا كده معايا، بنركبها هنا وببتدي هضغط عليها. انا بس بتأكد ان هي محطوطة مظبوط، وهبتدي اضغط عليها الضغط اليدوي بتاعي، تمام كده بالمنظر ده هي اتضغطت خلاص. برضو بغير الاسطمبة بتاعتي لما احب اعمل شكل كبسونة تانية، شايفين كده معايا، اديني بختار شكل تاني. ده اللي هو الاخرام اللي بتبقى موجودة في الاحزمة تقريبا، اهو بغير الاسطمبة وبركب الجزء العلوي بتاعها برضو بما يتناسب مع حجم الكبسونة، تمام. المرة دي اهي دي اللي هتدخل في المكان المتفرغ، هحدد العلامة او مكان ما انا عايز اركب الكبسونة بتاعتي وهضغط عشان تعمل لي عملية الخرم زي ما عملنا في المرحلة اللي فاتت. وبرضو هنا
بدي بشيل او بعمل عملية ازالة واغير الاسطمبة طبعا بالضغط على المسمار بتاع التثبيت، وبفك الجزء العلوي، بشوف انا اخترت الكبسولة ايه وعلى اساسها بجيب نوع الاسطمبة اللي بيناسبها. تمام، شايفين معايا بركبها، ادي جزء تحت شايفين المرة دي ده فيه سن، السن ده بيدخل عندي في المكان المتفرغ ده، معنى كده ان دي بتتلائم مع دي، والسن اللي موجود عندي حجمه بيتناسب مع الفراغ اللي موجود في الكبسونة. بركب الجزء السفلي وبعده بركب الجزء العلوي من الناحية التانية بالمنظر ده، وبمسكهم الاتنين وابتدي احطهم على اسطمبة المكبس، وببتدي اضغط الضغط اليدوي. عايزاكم كده واحنا بنتفرج تلاحظوا معايا الوقت اللي بنستهلكه في عمل الكبسونة الواحدة، سواء كان من ناحية تغيير الاسطمبة او اثناء وضع العلامة، وضع الضغط، وكمان المجهود اللي انا هحتاجه. تمام، هرجع تاني وهاخد مقاس تاني للتخريم. شايفين التخريم المرة دي ده الاسطمبة دي حجمها اكبر، معنى كده ان الكبسونة اللي انا عايز اركبها او اللي هيتمر معايا في الحزام او الشريط مقاسها اكبر. اهو ركبت الجزء السفلي والعلوي، وبحط العلامة بتاعتي مكان انا عايز اعمل القرم اللي هركب فيه الكبسونة. اهو بضغط، شايفين كمية الضغط اللي بضغطها، يعني في هنا مجهود عضلي جامد ببذله. جيت اشيل الجزء من القماش لقيته مش نافع، فهبتدي اقلبها واضغط من الناحية التانية عشان تسهل علي عملية قص القماش بتاعي اهو، وابتدي ازيل الجزء المقصوص، وهجيب الكبسونة بتاعتي. شايفين حجمها المرة دي حجمها اكبر من اللي فاتت. تمام، هفك الاسطمبة وبضغط على المسمار. تمام، وهجيب الاسطمبة التانية اللي بتناسب، شايفين هنا الجزء المرتفع ده المرة اللي فاتت كان رفيع عن كده، لكن ده دلوقتي بقى اتخن، ده بيتناسب مع حجم الكبسونة اللي انا هركبها. تمام، بلفها بالمنظر ده، وهبتدي اركب الجزء السفلي والجزء العلوي للكبسونة اللي انا عايز اثبتها او اللي انا عايز اضغطها. اهو وامسكهم الاتنين كويس، واتاكد ان هما متعشقين او داخلين جوه بعض كويس، وببتدي بضغط عليهم الضغط ده بحيث ان هو، شايفين بقى المسافه دي، شايفين النوع الكبسونه المره دي اكبر من اللي فاتت ازاي، يعني كل واحده منهم مقاسها مختلف وشكلها، شكل الاتنين اختلف عن اول واحده احنا عملناها خالص. هنيجي بعد كده اوريكم برضو فيديو تاني بيوريني ازاي بقدر اركب الزرار الكبس اللي هو الخاص بالقماش الجينز، بس احنا هنجربه مع بعض كده على ورقة بسيطة. شايفين هنا ادي اسطمبة تانية اهي مختلفة خالص عن اللي احنا استخدمناهم قبل كده، ببتدي اركب الجزء العلوي بتاعها والجزء السفلي، شايفين برضو هنا مختلفة خالص اهو، ببتدي احدد المكان بتاعي انا خرمته، وبركب الجزء السفلي من الزرار، وهتلاحظوا ان فيه مسمار كده طويل، وبشوف اذا كان حجمه بيتناسب مع حجم الاسطمبة اللي انا حطيتها ولا لا، وادي الجزء العلوي من الزرار موجود فوق، بتأكد بس ان انا هنا حطيتها في مكانها المظبوط، علشان لو ما كانتش محطوطة مظبوط في قلب الاسطمبة ممكن يطلع لي الزرار معوج من نتيجة الضغط، فبلاقي المعدن ده اتعوج، فده طبعا بيقلل من الجودة بتاعتي. اهو ابتديت اضغط. تمام، بصوا كده لما بشيلها ادي بقى الزرار معايا. عايزاكم برضو تاخدوا بالكم معايا من شكل الزرار، شايفين الزرار ده هنا في جزئية مرتفعة، هنلاقي ان ده هيبقى مختلف عن شكل الزرار الكبس اللي جنبه، اللي جنبه ده هنا مسطح، عشان هيختلف معايا في نوع الاسطمبة اللي انا هختارها. هنا في جزء نطق رفيع كده طالع لفوق او بارز لفوق معايا، اما في الزرار التاني هنا مسطح خالص.
هبقى عايزة دلوقتي اجيب الاسطمبة اللي بتتناسب مع شكل الزرار التاني اللي انا عايز اركبه، اهو مسطح خالص، هو بيأكد لي ان هو هنا مسطح خالص، شايفين برضو ده نوع زرار تاني بيبقى فيه فراغ داخلي اهو، ده برضو زرار تاني مختلف خالص. ادي الاسطمبة اللي انا هستخدمها معاه عشان هو مفرغ من جوه، فانا محتاج حاجة تدخل جواه. وادي الجزء السفلي بتاع الكبسونة، لازم يكون حجمها متناسب مع حجم الاسطمبة، وانا بركب الاسطمبة بما يتناسب مع حجم الجزء السفلي من الزرار الكبس بتاعي. الزرار انا حطيته في الجزء العلوي اهو، وببتدي اضغط، بس قبل ما اضغط لازم برضو اخد بالي القماشة اهي محطوطة قدام بس هي مدارية على الجزء السفلي، تمام. انا هنا برفع الجزء السفلي واتأكد ان هي محطوطة في قلب الاسطمبة بطريقة سليمة زي ما اتفقنا زي المرة اللي فاتت، علشان مش بعد ما اضغط اكتشف ان هي ما كانتش محطوطة مظبوطة معايا ويبقى الزرار معوج. كده انا هبتدي اضغط، اتأكدت خلاص ان هو محطوط مظبوط وضغطت، بصوا كده هبتدي اشيله، تمام اهو طلع لي مظبوط معايا ومكبوس كويس، ادي اهو كذا واحد لما احب اركبهم جنب بعض. برضو النوع ده زي ما قلنا مفرغ اهو من النص، ده بيبقى مختلف على نوع الزراير التانية، واحنا قلنا ان المكبس او الاسطمبة بتختلف حسب نوع الزرار او الكبسونة اللي انا هركبها وعلى حسب حجمها. شايفين اما في واحد ما تحطش معايا مظبوط كان جه معايا معوج شوية، لو تاخدوا بالكم اهو جه معوج معايا شوية، هنا بقى بتفرق في جودة الانتاج بتاع اللي بيطلع. وقلنا زي ما اتفقنا ان المكبس ده او المكبس اليدوي ده بنستخدمه في الورش الصغيرة او في عملية الانتاج الفردي. دي طريقة تانية، بدل ما احط الزرار الجزء العلوي بتاعه في الاسطمبة بتاعته من فوق، انا ركبتهم مع بعض هنا وببتدي اضغط مرة واحدة، اهو انا حطيت الجزء السفلي وركبت عليه الجزء العلوي وبظبطها بس من تحت، تلقائي لما باجي اضغط بينزل الاسطمبة العلوية على الزرار بطريقة مظبوطة، اهو لما بشيله بيطلع معايا مظبوط بالطريقة دي. يبقى انا عندي طريقتين، يا اما بركب الجزء العلوي لوحده والجزء السفلي لوحده في الاسطمبة الخاصة بيه، يا اما بركب الجزئين مع بعض على القماشة وبظبط بس الجزء السفلي في داخل الاسطمبة بتاعته بطريقة سليمة، وببتدي اعمل عملية الضغط اليدوي عليها من فوق. هنيجي بعد كده نشوف بقى مع بعض اجزاء ماكينة تركيب الكبسون اليدوية. يعني انا كده بالنسبة لي خلصت ماكينة الكبسون اليدوية وهبتدي في الآلية. نرجع تاني ونقول ان ماكينة الكبسون اليدوية بتعتمد على المورد البشري او العامل نفسه بطريقة كبيرة، وبنقول ان هي بتستخدم في المشاريع الصغيرة الحجم لان هي بتاخد معايا وقت. عملية تنفيذ او تركيب الكبسونة او زرار الكبس اليدوية بتاخد معايا وقت كبير، وفي نفس الوقت بتاخد معايا مجهود من العامل، فللحالة دي بنستخدمها في الانتاج المحدود او انتاج القطعة الواحدة. وقلنا شفنا المكبس بتاعي اليدوي عبارة عن ايه وعرفنا الاجزاء بتاعته، وقلنا ان هما كانوا 5 اجزاء اللي هي اليد الضاغطة وفي نفس الوقت الجسم نفسه. عرفنا ان اليد الضاغطة دي بيبقى معاها اسطوانة او سوستة بنضغط بيها بترد لي تاني، اول ما بضغط بترد لي تاني الذراع لاعلى. عرفنا ان هي بيبقى موجود معاها ذراع الاسطمبات او ذراع تركيب الاسطمبات، وعرفنا ان انا عندي نوعيات مختلفة من الاسطمبات اقدر استخدمها على حسب نوع الكبسونة وحجمها. بكده للأسف خلصت حلقتنا
النهارده. بس قبل ما نخلص احب اراجع معاكم كده اللي احنا اخدناه. احنا اتكلمنا على ماكينه اللفق وعرفنا اهميه ماكينه اللفق ايه وعرفنا بستخدمها في ايه، عرفنا اهم الاجزاء اللي موجوده فيها الاجزاء بتاعتها بوجه عام، وخصصنا اهم 4 اجزاء ليها، وعرفنا ايه اللي بيختلف فيها عن غيرها من باقي الماكينات في مراحل تشغيل المنتجات كلها. اتعرفنا برضو بعد كده على ماكينة الكبس وعرفنا ايه هي اهمية ماكينة الكبس وبستخدمها في ايه، وعرفنا ان هي بتتكون معايا من نوعين، منها المكبس اليدوي ومنها الاوتوماتيكي. ابتدينا مع بعض النهاردة بالمكبس اليدوي وشفنا مع بعض ايه هو الاجزاء المكونة ليه وعرفنا ان هم 5، وشفنا مع بعض الاستنباط واتعرفنا على شفنا فيديو بسيط كده بيعرفني طريقة العمل بالمكبس اليدوي، وشفنا الوقت والمجهود اللي بتاخده معانا وقد ايه اقدر استخدم كذا نوع من الاستنبة بما يتناسب مع نوع وحجم الكبسونة اللي انا محتاج اكملها. ان شاء الله المرة الجاية نكمل مع بعض ماكينة الكبسون الاوتوماتيكية ونعرف بستخدمها ازاي وايه اهم الاجزاء الخاصة بيها. ان شاء الله كده اشوفكم في حلقة جديدة، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.